كوكبة من الإعلاميين والصحفيين الموريتانيين، معي العميد الزميل محمد فؤاد والعمير وهو مدير صحيفة لتريبين. مرحبا زميل محمد فؤاد. معي كذلك أحد أساطنة الإعلام الموريتانيين وهو الزميل محمد حمود والبكار، مدير وكالة العلم الإخبارية. مرحبا زميل محمد حمود. مرحبا. معي أيضا الصحفي الكبير وزميل سلمو والمصطفى وهو مدير صحيفة تحاليل أبدو. مرحبا زميل سلمو. كان من المفترض أن يكون معنا الزميل الهيبة والشيخ سيداتي مدير وكالة الأخبار المستقلة، ولكنه غاب لأسباب لا نعلمها. إذن مشاهدينا الكرام، كما تبعتم وكما قلت في المقدمة، احتضنت العاصمة الموريتانية مواكشوط يوم الأحد الماضي اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار مالي، وحضره ممثلون عن الأمم المتحدة وعن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كرس هذا الاجتماع لمناقشة التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل ومالي على وجه الخصوص. وأسفر هذا الاجتماع عن وثيقة أطلق عليها خلاصات نواكشوط. سوف نبحث هذه الخلاصات، ولكن قبل ذلك الزميل محمد فؤاد، بالنسبة لك ما أهمية هذا الاجتماع وما دلالات أن ينعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهميته ما تخفى به اللي على الأقل دليل بعد الدور اللي البارز اللي عند موريتانيا في المنطقة واللي يلا تقوم به، ظاهر اللي عند دلالة توصل الأساسية هو أنه يقد أود أول ظهور الموريتاني في ما بعد الحرب، به اللي الحرب ما شاركت فيها وغزات بعد، غير ما بعد الحرب واللي فرض عليها تشارك فيه أخلاقيا وفي اللي يظهر لي، وتقدر تشارك فيها لا في شيء قد يساعد مالي، وقطعا أنها استضافت وعن طريق ملي مثلا الاتحاد الإفريقي، وعيد المشروع عن الاتحاد الإفريقي به اللي الاتحاد الإفريقي قد خاض تجربة مع موريتانيا حين كانت ترأس مجلس السلم والأمن، وحين تدخلت في قضايا إفريقية منها قضية ليبيا وقضية كوت ديفوار. وإذن على فهم دور بعد على الأقل الحمد لله يسترجع بعض، وقد نقوله لأن سنتات موريتانيا تلعبوا في إقامة السلام في مالي، وملي وجود حلول حقيقية لك المشاكل، وقطعا عن الحلول الحقيقية هو تنمية مالي، ومن دون الشركاء ومن دون إيجاد تمويلات رياكشي ما قد يخلق، لأنه يعني هذا هو المدلول. عرف الساعة أنا القوم قد أخبر مني زميل محمد حمود. أيضا هل هناك عملية يعني صياغة موقف جديد في المنطقة برز من خلال هذا الاجتماع؟ يعني شوف، بداية الحرب في مالي سبقت السلم، وكانت هذا الاجتماع جاء متأخر جدا بالنسبة للوضع اللي كان يعيش مالي، اللي كان يجب أن يبدأ السلم ويبدأ محاولات تنمية مالي ويبدأ محاولة الوصول إلى حلول للمشاكل اللي عقب التفاقمات وعقب أدت إلى أزمة، كان يجب الوصول للحل والتفكير في حل سلمي قبل أن تعود الناس تركض وراء الحرب. حاليا بالنسبة لي هذا الاجتماع منين ينقلع منه المدلول الدبلوماسي، ما عنده تأثير حقيقي على ما يدور في مالي. به اللي ما يدور في مالي حربين، حرب أهلية بين الماليين نفسهم، وحرب تقودها فرنسا ولا تتدخل لها الأمم المتحدة والدول الإفريقية لاحقا، ولا يدخلوا لها لأسباب أخرى. وبالتالي أنا شاك على أن هذا الاجتماع اللي خلي أنه مهم أن الناس تفكر في السلم، وأنه مهم على أن دول الجوار اللي هي الدول اللي معنية بهذا الوضع، لأن الوضع لا يتعلق بمالي وحدها، هذا الوضع يتعلق بمجموعة من الدول المحيطة عندها حدود مشتركة مع مالي، وتعيش فيها هذه المجموعات كأقليات فيها، وعندها ماضي وعندها تاريخ وعندها طموح،
إذا معناها وجود هذه الدول وتحركها هذا مهم جدا وغاية في الأهمية. لكن أعتقد أنه كيف قلت لك إجا متأخر، أعتقد أنه أيضا ما هو كثيف، معناها ما النتائج ما كانت كبيرة والتطلعات ما هي كبيرة، ولا إذا حتى ما كانت فم وعود ولا كان فم أي التزامات تجاه القضية. وبالتالي أنا أعتقد أنه خطوة دبلوماسية عندها جانبها الإعلامي. النتائج ما كانت كبيرة حتى أن السياق نتحدث عن محمد حمود. هناك بعض المواقع، مثلا نتحدث عن موقع الطوارئ على سبيل المثال، نسب إلى مصدر دبلوماسي لم يسميه أن الاجتماع يعني لم يكن بمستوى النجاح المطلوب. أنت كيف تقيم الاجتماع؟ أنا تقييمي الاجتماع مخالف تماما للزميل بكار، ومع أني ما دوري ما هو أني أرد إلى كتبة وسيلة الإعلام، والله إلى عبر الزميل بكار عن موقفه بأنهم عندهم الحق يعبروا عنه وعندهم اللي هم أسباب ذلك. لأني أنا تابعت اللقاء وكنت أرى على أنه نتائجه كانت نتائج كبيرة جدا وكانت متميزة جدا من عدة جوانب. أولا يعطينا نفهم السياق اللي يعدل فيه الاجتماع. الاجتماع معدل بالتشاور ما بين أعلى سلطة في الاتحاد الإفريقي وهي المفوضية السامية للاتحاد الإفريقي مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التجسيد توصيات خلقوا في يناير وفبراير على مستوى رؤساء إفريقيا وعلى مستوى مجموعة المتابعة والدعم المالي. الأهداف محددة جدا. للأهداف شن هي؟ هي تفعيل الهيكل الإفريقي للسلم والأمن، المنظومة الإفريقية للسلم والأمن اللي عبارة عن جيوش عسكرية، منطقة الشمال اللي احنا فيها مع الجزائر ومع مصر ومع ليبيا ومع تونس ومع الصحراء الغربية، ومنطقة الوسط اللي فيها اللواء تابع لمجموعة الدول الغربية إفريقيا، ومنطقة الغرب اللي فيها إفريقيا الوسطى. هذه الجيوش أصلا في تنظيم الوحدة الإفريقية يلا تعود جاهزة وعندها جاهزية للعمل، المشاركة في عمليات حفظ السلام أو المشاركة في عمليات الأمم المتحدة. وبما أن التوجه الآن السائد هو تحويل القوى الدولية الموجودة في مالي تحت قيادة إفريقية، تحويلها إلى قوة دولية لحفظ السلام، رجعوا الفرقاء كاملين وكلفوا موريتانيا بتعدل هذا الاجتماع. وهذا السياسيين يدور يجبروا له دلالات كبيرة يقولوها، احنا ما هو دورنا كإعلاميين يقال بعد دلالات كبيرة. أولا اعتراف بالدور المركزي الموريتاني، واعتراف بتجربتها الرائدة، واعتراف في مكافحة الإرهاب، واعتراف أيضا رؤيتها اللي هي رؤية في الحقيقة متميزة. أنا طالعت عليها من طالب لأنها وقسمت نهارنا هذا بالاجتماع، وقسمته الاجتماع اللي هي الرؤية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الثانية في مواجهة تحدي الإرهاب. فعلا هذا راجل إن شاء الله أنه يعود موجود بالإنجليزية وبالعربية، يعني بعد نسخة قد يعودوا مجد بها نفايتيني. هذا جاء يعبر عن هذه المعطيات كاملين بأن التحدي حالا المطروح هو أن منظومة الأمن والسلم الإفريقي تعود عملية، يكان إلى خلق التصويت لتحويل القوى الإفريقية في منتصف فبراير الشهر لا يدخل، في منتصف إبريل الشهر لا يدخل، كانت تعود فم جاهزية بأن الهدف من تعديل المنظوم أن الأفارقة يعودوا عمليات الحفاظ على السلم وعمليات حفظ السلام يعودوا هم اللي يشرفوا عليهم، ويعود التمويل والقطاع السياسي يعود عاد قطاع مجلس الأمن الدولي. هذا كان هو الهدف الظاهري، وأنه هو التوجه. وهذا كان فيما يخص فقط عملية حفظ السلام، ما يخص أزمة مالي النتائج كانت مهمة جدا بأن لأول مرة لأفارقة كاملين ودول الجوار ودول الساحل يقروا بأن الإشكالية ما هي إشكالية فقط أمنية، أن ننجو ونحفظ السلام، مذمنين أن الحكومة المالية قبلت خارطة الطريق بموجبها ملزمة بتعدل انتخابات يوليو 2013، مسجلين بأن الحكومة المالية عدلت لجنة للمصالحة والحوار وأنها يالتها تحل الإشكاليات الداخلية، تعرف أنها ما تقدر التمدات والإرهاب هون وتتملص من الاستحقاقات الداخلية برا عليهم، ونبهوا الحكومة المالية على خطورة تنامي الميليشيا الموجودة في أرضها واللي تنتهك حقوق الإنسان تجاه الأقليات. هذه الروايات مهمة حتى ما اللي عدلوا آلية متابعة للتوصيات كاملة، وعدلوا قرروا اجتماعات دولية لها،
وبما أن التصويت في مجلس الأمن منتصف الشهر، إذا نقدر نقول أن الإجراءات كاملة مقبولة، يا كان قوة حفظ السلام، قوة غرب أفريقيا في الفم تتحول إلى قوة أممية يعود عندها تفويض معروف، تفويض أمني يقدم لي تفويض سياسي بهن ما مهم الإرهاب قاع راهم صح، الناس راهي قاس الجبال اللي فوق قاس، يقدم الإشكاليات السياسية اللي كانت تم اللي تكلم عنها البكار، الحرب الأهلية والإشكاليات الداخلية، داهي تم دا باقية ولا بد أن يجرى لها حد. هون لا نوصل طبعا للموقف الموريتاني أو دور موريتاني ليس فقط من خلال هذا الاجتماع وإنما أيضا في القضية بصفة عامة. وزير خارجية موريتانيا تحدث في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن موريتانيا يعني قامت بجهود أو قدمت الدعم الأكبر الذي قدم لمالي، وهو يعني إغلاق الحدود وإحكام الحدود خاومة لم تسلل الجهاديين. وأنت زميل محمد فؤاد، هل ترى أن هذا الدور العسكري الذي قامت به موريتانيا ساهم إلى حد كبير في حصار الحركات الإسلامية في مكان محدد وبالتالي السيطرة عليهم والقضاء عليهم؟ هو الدور الموريتاني ما هو لا 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 ما هو لا لحراسة الحدود، به اللي قاع حراسة الحدود بعد قاع تعني أمن موريتانيا من نفسها، غير ملي قضية اللاجئين كان دور مهم، لأن مدة بعد قاع فاتحة حدودها للاجئين وياسرين ملي به اللي اليوم منين خرصوا برا هذا برا، هذه هي الدشرة الثالثة في موريتانيا اليوم، ثالثة نواكشوط وماجيب من حياة السكان وكثافة السكان، وموريتانيا بلد ضعيف مهرن يالله يعود مبدئيا كلها كيف مالي ما يتحمل لك مش وقلقين مالي وميت الفرقاش تخسر ياسر من التوازنات وعندها ممتين قضية تصل الدور العسكري الدور العسكري خاصة لأن يعني موريتانيا في حالة قاعة في حالة متموكة من جهة به اللي الدور اللي مقيوم به غير كان يلا يقام به سابق، ما حد الناس قلال وما حد وتاتهم قلال وما حد لهم مضبطة هاك ومعروف ما هم حتى ما هاتوا عادوا عندهم البلد ولا هاتوا قابوا أسلحة الجيش المالي ولا هات ما هات خلق ذاك اللي خلق، وذيك الساعة كانت حاربهم ولا موريتانيا، ويظهر لي أنا وقلائتي أنا بعد لا قلائتي وظهر لي أنهم شلوا والله زاد شالوا خلعة من ذاك اللي عدلوا لهم الموريتاني بهم اللي لا كيفتهم إلى عادوا هم يعرفوا الصحراء الآخرين يعرفوا الصحراء، كان قال الجيش الموريتاني ياسر من التكوين والعتاد وإعادة تأهيل كاع بعض اللي سابق العقيدة العسكرية 2005 كان الجيش في حالة مثلا يهالها وتم فيها شيئا ما إلينا قضية تورين، ومن عندها بدأ إعادة تأهيل الجيش والحمد لله اليوم كنت نقوله عن لولا ذاك اللي وعد ذيك الساعة من الضربات الاستباقية ولولا ذيك الاستراتيجية اللي خلقت كاملها يسوى من هذا اللي أمني وعسكري ويسوى من هذاك اللي نقاش وحوار مع لولاها كاملها ما تعود موريتانيا انطفقت في هذا المجال وتعود ملي دخلوها بصيغة بسيطة وتعود ظهر لي عن فم يوصل اليوم ظهر لك عن فمات إمكانية اللي تلعب دور موريتانيا دور عسكري، خاصة مثلا هناك حديث عن إمكانية أن تكون قوات فيما يتعلق بالمشاركة في حفظ السلام. أنا قلت لك قبيل لأن ظهر لي عنه هو أولات لمانيفستاسيون أولات ظهور أول ظهور الموريتاني في قضية مالي علنا، معناها عندي عن مازال جاي الظهور الكبير اللي هو حفظ السلام، ما الله اللي عن موريتاني عندها الحق أخلاقيا ولا استراتيجيا ولا سياسيا عنها تتغيب على ذاك الدور. العمليات العسكرية ما يلا نحضروا فيها غير عمليات حفظ السلام فرض علينا مثلا هذا بعد لا رأيانا ولا أني خبير عسكري غير فرض علينا دور خاصة عملية حفظ السلام. أنت شنو رأيك؟ قلت عن هناك البعض يعني يعارض إرسال قوات الموريتانية إلى شمال مالي تحت أي يقظة، أنت كيف ترى ذلك؟ فما خاطر شوف أولا خالق نقطة نختار شوي نرجع لها. شفت هذه الحروب اللي تعدل باسم الإرهاب ولا حفظ السلام دائما تعدل تنشبر دولة صالحة وتخسر
وتل الأمم المتحدة ولا تل الناس الأخرين قالها السيري إذا الخسارة اللي عندنا هذا. وهذا هو الخطأ الكلام اللي تكلم عنه الأخ يسلم بأخبار هذه الجيوش وهذا كامل لا شيء من حبر على ورق. لأنه ما قد يتدخل اللي دخل فرنسا هو ما قد يتدخل. احنا اليوم اجبرنا بلين مالي كانت الدولة عندها بعض المشاكل. اليوم اجبرنا في وضعية لا دولة سواء قبلوها سواء ما قبلوها. الجنوب عنده مشاكل والشمال عنده مشاكل. ما نقدوا ابدا اليوم الكلام على الانتخابات ما هو عقلاني. انتخابات ايش؟ اي نوع من الانتخابات؟ الناس اللاجئين ما بين يرجعوا. الجيش المالي ما هو قاعد يدخل كيدال به اللي محرم عليه الناس اللي فهم انه يدخل كيدال. أمين الله ما بيها تطرح الجبهة هذه ما بيها تطرح سلاحها. اسمحني هون الزميل أحمد سوف نعود إلى الوضع الميداني ولكن قبل ذلك حديث هون قضية موريتانيا إمكانية مشاركة موريتانيا. شوف 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 موريتانيا ما يلا حد يكبر مشاركتها عن قدها وعن اتجاهها. موريتانيا عندها حدود 2237 كيلو مالي هي أطول حدود عند مالي عند معها موريتانيا. هاي المسألة الأولى. موريتانيا ما عندها القدرة لأنها ما عندها من الصنادرة اللي تقدر تغطي به الحدود اللي هي. موريتانيا ما تقدر تدخل أبدا ما تقدر تدخل ما هو في عمل سلم ما تقدر تدخل في عمل حرب ولا هي معنية بالدخول في الحرب داخل مالي. موريتانيا معنية بل إنها تدخل في إطار سلم حقيقي واضح معروفين معروف ملي أنت يبدأ وأنت ينتهي. احنا اليوم وضعيه ما يقد حد ابدا ما تحدث عنه زميل هو اطار السلم يعني اذا كان هناك واحد لا تختين يعني نتحدث عنه نتحدث عنه انا عم سؤالنا كان عن حفظ السلام هو حفظ السلام هل يمكن ان كان الشرط شوف انا 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 مبدا حفظ السلام هذا اللي ينقال هذا معناها بالنسبه لي انا مبدا لاهي تعطي صنادره فرنسا الفرصه انهم يرجعوا ما يحضروا في الصيف ولا يحضروا في الحمر ولا يوفوا ذا اللي قاموا به. أنا ما جاد علي ما جاد علي لأن فمشين قالوا حفظ السلام ولا جاد علي لأن فمشين قالوا دور أممي حقيقي بي اللي هذا الدور إلى عاد خالي مش متوخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما جاء بصفة صريحة وحقيقة من أجل السلم لأنه ما فهم أبدا أي رؤية ولا أي تصور. إن الناس اليوم اللي موجودة في مالي واللي معنية بهذا الصلح اللي هو ما مناقش معها الأطراف اللي موجودة اليوم في مالي ما هي حاضرة في شيء مثل اللي يعد اليوم في مالي. وبالتالي هذا لا يوصلنا لنقطة مهمة جدا هي قضية الناس الموجودة في الشمال في مالي والعادة الزميل عنده تعقيب لتعقيب على كنت تقول لي ملاكين يتخطاب شوار موضوع مهلا حقوق الشمال مهلا هاي نقطة أساسية خاصة موريتانيا دائما تتحدث عن ضرورة البحث عن الحدود لحقوق سكان شمال مالي وأنت ترى مثلا أن هذه القضية بعض يقول أنها كانت غائبة خلال الاجتماع نواكشوط يعني لم يتحدث عنها اختلاك لا تعود تابعت الملتقى لأن الناس تكلموا عن قوة حفظ الخلاصات اللي حدث الخلاصات في قوة حفظ السلام الدولية لا يجي لا يعود من دورها حماية المدنية دعم الجيش المالي بس الصيادة على عرضه محاربة الإرهاب حماية المدنيين حماية المدنيين وكيف قلت لك هم نبهوا على الجانب السياسي للعملية في مالي العملية عملية الإصلاح والتأهيل اللي ينقام به المالي ما هي إلا جانب أمني فقط هي جانب مالي سياسي وجانب اقتصادي المجتمع الدولي هو اللي يقبضه أنا كنت أقصد حقوق يعني الشمال ما يتعلق بحقوق مشاركة لسكان الطوارئ أفهمني جيدا هو قاعد جنوب من نفسه قالت أنا فهم الإشكالية الجنوب من نفسه عنده إشكالية مؤسسية عنده حكومة انتقالية ضعيفة عنده جانب من الجيش داعم اتجاه معين وجانب من الجيش داعم اتجاه الاخر والصنادره فاتوا تخبطوا بينات متفارقه وفاتوا خلق محاوله انقلاب والرئيس الحالي فات انتخاب عليه يقوله هو بتبطنين القن ونهارنا هذا ما هو قاعد يتكلم هون انه يسول عن اخبار الصحابي بانه خايف اذا رجع الكذوبه لا تنعلوا لان اشكاليه الجنوب موجوده
وإشكالية الشمال موجودة. أنا دحين ردت على كلمة واحدة قالها هون أن إذا كامل كان حبر على ورق، لماذا كان حبر على ورق؟ لأن الحكومة الشرعية في مالي ما كان طالبة من المجتمع الدولي الدخل، وكانت ناكلة قاع وجود الظاهرة، وكانت الجوار الإقليمي ما هي متعاونة معها كما ينبغي، وكانت معتقدة بأن قبيل الرهائن أنها عملية دبلوماسية يبصوا هم فيها كم مفاوضين ويخلقوا فيها. لكن ما قاعد نقول القضيه اللي قلت انت ان الحكومه دائما تطرح قضيه، انا ماني حاسب ان الحكومه الموريتانيه تطرح مشكله دائما الاقليات في شمال مالي. الله فقط من الحكومه الموريتانيه على غرار الحكومه النيجيريه وعلى غرار الحكومه الجزائريه انها دائما تدفع الفاتوره الانسانيه للمشاكل الداخليه في مالي. لين يعودوه المالي سكانهم اللي في الشمال يعني تهرب الناس. شو من يقيس النيجر، شو يقيس بوركينا فاسو، شو يقيس موريتاني، وموريتاني مثلا ما عرب منها راعية أي فصيل ولا عرب منها مع أي فصيل. لذا الحكومة المالية مازالت لا تلجئ لها. كيف تعرف رئيس الوزراء السابق جهون وجانغو سيسوقو كيف نجهون و جون كوندام مشى من هنا وين نفسي والله لك. فاذا انهم ما عندهم لا مشكله مع ما الله قاعد في وضع تحسد عليه، عندها المصداقيه عند الحكومه الماليه وعندها المصداقيه عند المعارضه، حتى ما عندها مصداقيه مع الحركات الارهابيه بانها عندها معاهم اداء تاريخ من القصف ومن العمليات الخاصه، ولا عندها معاهم مصداقيه، ولا الله هذه قاعد انها المنظمات الجهاديه انها شريك في العمليه السياسيه، بانها عندها هي قاعد مشروع مناقض للدوله ضد دوله مالي. استاذ سلمو لين وضح حق ربطه شوي. انا ما اقصد يعني ان البعض يرى ان الاشكاليه مالي وخاصه اشكاليه شمال مالي هو وجود يعني مجتمع هناك له حقوق يعني تاريخية، هذه الحقوق ظلت مهضومة لم تعترف بها الدولة المركزية، وهذا شكل أرضية خصبة اللي جاءت حركات واستغلت من طرف حركات جهادية وحركات مسلحة. هذه النقطة اللي هي من أجل حل مشكلة مالي بشكل نهائي لا بد من أن تكون هذه القضية على الأجندة. هذا هو اللي على ضوء عدل الحنوني، هذا هو اللي على ضوء وعدل الشين قال له لجنة الحوار والمصالحة. لجنة الحوار والمصالحة لا هي خلق فيها الحد السياسي مع القوى ما هي إرهابية. القوى ما هي إرهابية لا ينقلعوا كل شيء عن اسمه. القوى ما هي إرهابية تنقال الحركة الوطنية لتحرير الأزوات، الجبهة العربية لتحرير الأزوات، وكانت أنصار الدين في مرحلة معينة بينهم في هنا قبل الحكم في تمبكتو أعطت ياسر من المبادرات اللي انشاف فيها أنها ما هي إرهابية، كيف مثلا الرهينة السويسرية اللي طلست وسلمت السلطات بوركينافاسو، كون أنها قالت أنها ما هي معدائية، كون أنها في مرحلة معينة قالت أنها متخلية عن تطبيق الشريعة الإسلامية في التراب اللي حلاها، كون أنها طلست 600 سجين من الجيش المالي كانوا في قبضتها، قدمت ياسر من التنازلات ولان قبض بعين الاحتبار، وودى من هذاك أنها راجعت للتطرف. زميل احمد فادي انا اعطيك الكلام يا استاذ قال فما تيها ايضا مبادرات ما هي قاعده لا رسميه في موريتانيا قيمه بها لدعم الازواديين. سمعت مثلا خلال الاسبوع الحالي عن مبادره قام بها بعض رجال السياسه قودها احمد والحنن وفي احمد المختار البنبالي وبعضهم بعض السياسيين لدعم الازواديين وحقوقهم. شنو هي قيمه هذه المبادرات بالاضافه الى ان موريتانيا طبعا حضنت خلال الاسبوع الماضي مظاهرات لسكان شمال مالي الذين يشكون التمييز ضدهم. شنو الدور الذي يمكن ان تقوم به موريتانيا خاصه مثل المجتمع المدني السياسي تجاه مالي؟ شتو هم مواقف قد كل حد يقبلهم من قضيه مالي. انا مثلا موقفي من قضيه مالي انه الشمال كيف قلت انت عنده مشاكل، غير ما هي موقفي ما هو مبني على احساس عرقي ولا 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 شوخر به اللي مساوي عندي وكيف فلان اللي هم والصنقاي والتوارق والعرب اللي فهم ما حق والله كل اخوتنا اولاد عمنا وكل شيء وكل شيء منه وهم عمقنا في ذيك التراب غير ملي ما يلا ينسينا ذاك في قضيه افريقيا كامله. هو المطروح مشكله مطروحه للدول الافريقيه ولا قط انحلت ما هو حلين، واحد منهم في الديمقراطية وتأسيس الدولة وطنية وتعود جامعة الكل فيها حقوق الناس كاملة ونشحت في بعض البلدان. سيني قال هذا في وصل من الاثنيات وصل من البلدان نشحت فيه مالي كان تناشح فيه حد إلى 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 حد ما والله بعد كان منعتنا أنها ناشحة فيه خارج الحل الأخر اللي هو حل السودان اللي ظاهر لي عن يلا الناس كاملها تتفدى واللي الاتحاد الافريقي مبني على اساس اعلن ما يغير الحدود حدود 60 حدود اللي خلى الاستعمار. احنا موريتانيا ما يلا ننساو يسوينا ما يلا كاملين ننساو عن خالقين ازمينا نقدر نرجعوا لهم كاملين
خلقوا تحركات مثلا في الضفة في أقلية وساندوهم دول من الجوار يوم اللي والله أحزاب من الجوار حنا نتفقدوا لـ PDS في السنغال ساند مرحلة ما الحركة الانفصالية في الجنوب في موريتان يلا نعودوا منصفين ونتفقدوا هذا ما يتواسى ولا عند حد الحق فيه غير إذا ما يمنع أن نلوذوا الحلول للخلطة بين اللي خارج رابطة أخلاقية وقاع رابطة إنسانية تربطنا بهم وخارج من اللي قرب حكم الجوار وحكم عنهم شي كامل الحقهم الحقنا يلا مثلا نطرحوا فيه جهدنا احنا أكثر اللي تقدر تعدل فيهم الدولة الموريتانية هو أولا لأنها تقول عن لا بارتيشن دي مالي عن انفصال الماليين والله تقسيم مالي عنه ما قلت صح ابدا والله ولا كان مشروع راه ولا كان مشروع اصلا كان مشروع يقير وقفوا ضده بلدان الجوار هم الاول وقفوا ضده موريتانيا والجزائر والنيجر هم اللي وقفوا ضده ما هم الدخره بالاندبندنس وتوبروكلامي ما هم الدخره باللي هو كان في كان مطروح وكان مشروع خارجي اسمع بيلي زميل احمد حمود فنفس المجال يعني وقريب منه بخصوص الجانب الانساني في هذه القضيه طبعا كما اشار الزملاء من قبل موريتانيا احتضنت الكثير من اللاجئين الماليين وانت يعني كيف تقيم ظروف هؤلاء اليوم خاصه ان قرات ان برنامج الغذاء العالمي يقول ان العالم انشغل بالازمه السوريه وباللاجئين السوريين على حساب اللاجئين الماليين، انت ترى كيف ترى وضعيه الانسانيه لهؤلاء اللاجئين وما قدمته موريتانيا؟ شوف ما يلا تعدل فرنسا حرب ويندار اعباءها على موريتانيا ولا على الجزائر ولا على ولا يلا يسول على عدله موريتانيا سبب ما يسول على عدله فرنسا، فرنسا قال وزيرها على انها في خلال شهر واحد زقدت 70 مليون اورو للحرب اللي وفي خلال 15 يوم رفدت 1000 طن 100000 طن كان قلت نقول كلمه لاني نرجع لك 100000 طن رفدت 100000 طن من العتاد في 15 يوم معناها ان فرنسا بدل من تجيب 100000 طن من العتاد في 15 يوم يلا تجيب قبيل معاها 20000 طن والله 100000 طن من المواد الغذائيه تمام يعني هاي المساله الاولى المساله الثانيه موضوع مالي ما هو موضوع يناقش بالطريقه اللي هي وكان احنا اليوم كي قلت لكم انا قلت كلمتين ولا استرسلت فيهم واحده ما تقدر يتم الدول الغربيه والدول الكبيره تعد الحروب في الناس وتحمل الناس الاخرى الجوار والله الهيئات الدوليه تحمل مسؤوليه تسيير الكوارث اللي تعد الناس هاي المساله الاولى المساله الثانيه اللي مهمه لان ما نقدر نطلب حل مشكل ما حاولنا ابدا السلم سابق الحرب ثالثا مالي هذه اللي ترى فيها مجموعه من الناس من 1962 هي في حرب الحرب بين الجنوب والشمال اسوا انقبلت واسوا ما انقبلت فهم حرب هاي الحرب اللي هي اساسها عدم الثقه واساسها بين دوله مالي نفسها فقيره ولا عندها برامج للتنميه من اجل دمج الجنوب ثانيا هذه الناس اللي هي اللي في الشمال عندها ياسر من المشاكل وحياتها السبب تعود اليوم هي الصحراء هي هاي الصحراء اللي فيها المنطقة اللي فيها الحرب 5.1 مليون متر مربع ما فيها صحراء الجزائر ومالي وبركينا والنيجر وموريتانيا شن الصحراء الكبيرة ما فيها صحراء هاي الصحراء اللي ما فيها سلطة وفيها شن الناس يدخلها سنويا 400 مليار نيش مساجاليت وتدخلها 90 ألف طن من الكوكايين من المخدرات وهذا ذاك سجاريت فيها 100 مليار دولار سنة هذا ينتكل ويسير وحاضر فيه الناس معناها أنها بليدة الياسر من الانشطاء وبالتالي أنا نختار النقاش اللي عدل ما يناقش دور موريتاني ما عندها ذنب فيه يناقش فرنسا دور فرنسا لماذا تجي فرنسا الحرب الاجتماعات الفارقه عيني على الاجتماعات الفارقه وعيني على الدور اللي يلا يعدل للسلم واللاجئين يلا تعدلوا فرنسا به اللي فرنسا هي اللي قامت الحرب ثانيا فرنسا ثانيا اليوم احنا نقولوا
تمشي هي تلبس نحن المشكلة وتلبس. لا نرجع لموضوع الوضع الميداني حاليا. قبل ذلك تعطيني شوي قبل ذلك الزميل سلمو في الجانب الإنساني كلمة في الجانب الإنساني. فرنسا يعني خلقت مشكلة ولكن لم تخلق حلول إنسانية. يعني كيف تقيم الدور فرنسا مرغى من أخاك لا بطل؟ الناس قيموا ماشي من تبوك توقسوا كونا كانوا عندهم هدفين. واحدة احتلال موبتي وسيقو وسيفاري. كان هم معركة محتملة مع فرنسا ما تخلق في المدن اللي هم مسيطرين فيها. كانوا لا يبدلوا ميدان المعركة. الهدف الثاني اللي يبدو بأنه زقوا العقول النصارى أنهم يبدو بأنهم تنصتوا عليهم يقولوا أنهم قايسين باماكو لا يقبلوا فم 6000 فرنسي لا يقبلوا منهم 1000 بما أنهم عندهم ثمرة هاين والناس ما بيتخبطهم إذا زادوا عدد الأول زودوا عقول النصارى وخبطوا. لأنهم كانوا ما كانوا مبرمجين حرب كانوا موقفين زحف. ولك مناهم الدنيا يخضر الرواية بأنهم حرب العصابات ما عندهم هذا الشيء وبأنهم 4 جنود هاتوا ماتوا وطاحت شعبية فرانسوا هولاند ب 13 نقطة. الجانب الإنساني لا بد من خلق ظروف في العملية السياسية للاجئين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أنهم تعوض لهم الحكومة المالية وأنهم يرجعوا مكرمين ومعززين وأنهم يشاركوا في العملية السياسية في ديارهم إما يزرقوا في ديارهم وإما يزرقوا في المخيمات. لا بد أن يعبروا عن أصواتهم وفعلا إنما تنحل إشكالية الأقليات لا يتم لا بؤر التوتر اللي قدوا يجوها كيف قال محمد محمود خارج الوالي ما نتكلموا عنها هنا الجريمة العابرة للقارات اللي هم المهربين ما نتكلموا عنها نتكلموا لا عن الهواء لا يتموا لا فهم بأنهم لا يتموا جبهة مدى من الغمرة ولا عند ارتباط بالدولة المركزية ومستعدة من الحال شركة الزميل أحمد فال لو رجعنا إلى أو تحدثنا عن الوضع الميداني حاليا يعني الاجتماع يوم يتحدث عن إفسار قوة حفظ السلام. ألا ترى أن موضوع إفسار قوة حفظ السلام الآن يعني موضوع سابق لأوانه السلام لم يقع حتى نوصل قوة لحفظ يمكن أن يفرض السلام أول ماضي عيالا أنتوا عارفين عن إله تكلموا عنها هم تكلمت عنها الناس كاملة لأنها ما يروى ما معنى أنها لا تخرج اليوم ولا سبوء الشاي ولا سبوء التارب ولا الشهر الشاي رواية مسلسل طويل مازالت رابدة من أمريكا تقبل ومازالت الأمم المتحدة لا يتجمع له ومازالوا يوصل من شيء مسلسل عايد أنه ما هو ما هو ما هو قريب وفي ذلك قاع يخلق يخلق سلام يخلق كل شيء هو السلام قاع ما هو لا يخلق باللي جماعات لا يتم فماتية ولا تم إيش مذاك من تطرطق عمارة في بلد السلام ما هو لا هي ما هو لا يخلق يخير كنت نختار نأكد قال محمد أحمود بصفة أخرى كان عود هنا على 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 يسلموا يقبلوا والله زاد يشرح لنا كانوا إحنا الاجتماع قالوا لأن يلا الحكومة المالية تعود ملزمة باحترام خارطة الطريق فيها انتخابات فيولية انتخابات فيولية هو 600 هرجاج خارج مشردة تزرق في المخيمات بسم الحالة وين هي هو لا ننساه لأن هذا اللي خلقه مالي خلق في يناير سنة في يناير 2012 يناير 2012 الحملة الرئاسية فات تمشات في مالي يغير ما فهم مرشح للرئاسيات فات طرح كراعو في تنبكتو هي الدنيا من ذوك المدن حقون أو حاسين الشمال منه بهم اللي الشمال ما فات اندمج الاندماج الحقيقي ومشكلته ما كانت مطروحة والطبقة السياسية الحالية المالية هذا من فشلها لأنهم بعد قاع وصلوا للطريق المسدود اللي وعلينا ما حد لها فهم اندرا كان هي تقد يلا نطرحوا للسير اندرا كانوا يقدوا ينظموا هو وصل خاسر بالنسبة لي أنا على النوع من الاجتماعات ولا كيف اجتماعات أصدقاء سوريا واجتماعات أصدقاء شو من الروايات اللي يعدل ياك وضع العرب أمام الحصان مثلا ما نعرف بعض لا بد بعد أن تشتد أخباري كان صح والله ما يصح محمود ميدانيا قوات حفظ السلام لا ترى أنها يعني موضوع يعني أصبح يعني سابق الأوان وخاصة أن فرنسا أعلنت قبل أيام عن مقتل 5 جندي لها والعمليات المسلحة ما زالت متواصلة تشاد تعاني أيضا وقال رئيسها إنها فقدت الكثير من جنودها. شوف إحنا للحرب ما نقدر نقيموها باللي حرب ما هي مقاطعة إعلامية لا نقدر نقيمه ولا نجبره أي تصريحات ولا نجبره شيء بالتالي ما نقدر نقيمه. نعرف أن خالق صحفي بلجيكي مش نهارنا هذا وجل واسمه تأكد بعد من وفاة 80 رجاج من الجيش المالي للسكان اللي
ولا مثلا حرب ما نقدو ما عندنا اي معلومات عنها، معلومات نقدو نجبروها وراء 10 سنوات ولا غير. يا غير اللي مهم في هذا هو اللي مهم على فرنسا اليوم داخل من اجل مصالح فرنسا، وخلوا عنكم شد اخبار السلب وهذا هذا مصالح فرنسا. فرنسا عندها مشروع في النيجر قالوا انجلور مخلصة مستثمرة فيها ذلك 10 مليارات أورو ومتأخر، وهذا اللي محكم السبعاية اللي محكم من المهندسين من ذاك المشروع اللي في النيجر. وفرنسا 30% من 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 طاقتها النووية تقبلها من النيجر، وفرنسا عندها ياسر من المصالح في ذي المنطقة اللي هي، ولا هي جاية ياك نتحرر مالي خارج كلمة بيل قالها سلم والله كلمتين نختار نعقب عليهم شوي. واحدة نختار الرئيس الفرنسي قال يوم السبت الحرب بدأت يوم الجمعة، قال يوم السبت لأنهم ماشيين ليتعاقبوا الإسلاميين ولا قال لهم واقفين. هاي المسألة الأولى ومهمة جدا ومفهومة، معناها أن فرنسا جاية لا هي تنقي الشوك عن استثمارات فرنسا ولا هي جاية قديلة. ثانيا هذا مالي، هذه دولة فقيرة من أفقر الدول وقد تخلق فيها الصلح مرتين والله ثلاثة، ولا قد عاونت في فرنسا بـ5 مليارات. وكانت المشاكل اساسا اللي تطرح وراء الصلح هو بانه الجانب الاقتصادي للصلح ما يقدر ينفذ ولا يقدر يعدل. زين فهمتوا؟ اذا اسمح لي سلموا الوقت يعني قبل الكثير. هناك حديث عن مخاطر برقانة المنطقه على ضوء يعني هناك تصريحات كذا المنطقه يمكن تتحول الى برقان جديده او يعني ان مشاكل فيها يعني لن تنتهي يعني على المدى القريب. شوف انا هرمون من الحكومه الماليه اجزت عن هذه الاشكاليه الداخليه واشكاليه وجود الارهاب. الاليات الاقليميه اللي عدلت دون فرنسا من الجزء، احنا لجنه قياده الاركان المشتركه ما فينا الاعوام بعد نفوذ فرنسا ما تقدمنا مالي سمك. قوات حفظ قوات افريقيا ما تقدمت مالي في الملف وما زال خاصها الى حد الساعه التجهيز والعتاد. وتهديد فرنسا من هذا الانسحاب نختار نقول لانه الا ضغط على الدول الافريقية وضغط على المجتمع الدولي انه يقبل مسؤوليته. فم فرصه اعلن مهمه المهمة لقوة حفظ السلام الدولية أنها تنجح شيئا ما بما أنها لا تعود حيادية وعندها أهداف معينة فمش اعتماد، وإن ما تنجح لا تعود إحلانا دولة خطيرة فاشلة فيها شينغال وأمراء الحرب ولا عدو لها ولا صديق لها ولا تعود أخطر من ضمن حفظ السلام. كلمة أخيرة عن مستقبل المنطقة، منطقة الساحل. أنا بعد سابق تبارك مع مستقبل المنطقة ما الله لأنه لا مستقبل له يعود له عقب الله يعود ساهر به لدور الديمقراطية إن شاء الله. التحديات الأمنية دور التحديات الأمنية غير بعد نختار نحمد المولانا بعد طلوبكم كامل تحمدهم ملي على كل حال غير تحمد المولانا اللي ما خلق 2009 ولا 2008 ولا 2007 ولا اللي خلقه مالي ما خلقه في الإيمان ذيك الساعة اللي موريتاني ما فات معدل حالتها من قد جيشها ومن قد قوتها اياك تستوعب ذا وياك ما يضرها. زين الحمد لله اللي خلق هذا في الوقت اللي فيه موريتاني مستعد. انا جيش موريتاني ماني متكلم عنه ولا متكلم عن اهلي توبيا اللي ياك ما يتواس يا غير اللي قايل مشي لان الازمه وعمقها ما انطرحوا ولا اشتدت اخبارهم. ازمه المنطقه اللي نفسها وقايل لك الموريتاني ما انطرحت في الاتحاد الافريقي ما انطرحت ولا امتست في الاجتماع. ثانيا نسمع محمد فادي موريتاني ما عنده شيء اسوى اليوم واسوى يامس واسوى الصبح لانها تقدر تواجه هذه الحركات اللي هي ولا تطرف فات واجهتهم وقلبتهم دائما قلبتهم هم اللي قايلين لها كذا بهن كانوا عندنا اصحاب وزملاء كانوا معنا ما واجهتهم ولا قلبتهم لا تهويل جات نار الذي شاء الله لا يفسد الود القضيه وان شاء الله نرجو ان تظل موريتانيا بخير وان تنعم المنطقه كلها بالسلم والامن. في نهايه هذه الحلقه مشاهدي الكرام اشكركم على حسن متابعتكم، كما أشكر ضيوفي الكرام
الزملاء محمد فهد والعمير مدير صاحبي التلاتربين. شكرا زميل محمد فهد. شكرا كذلك محمد حمود والبكار مدير وكالة العالم الإخبارية. شكرا كذلك الزميل يسلم المصطفى مدير صاحبي التحاليل أبدو. هذه تحياتي وتحيات الفريق الفني الذي أشرف معي على هذه الحلقة، في الإشراف الفني عبد الله يصوف، في السكريبت منت وهبي منت محمد خونة، في الأرسال خد يصوف الصوت علي سالم ربها، في الإخراج الدحة وللشيخ، وخلف الكاميرا المختار ديكو والحاج والزيدان. هذه تحياتي أحمد عقوب السيدي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.